بالنسبة لنا احنا اليوم جينا باش نسجلوا البنية ديالنا في المدارس ديال المبادرة جوج نظرا للسمعة. السلام عليكم، معكم الام ديال نزار اللي كانت تواجد بالمؤسسه مبادره ثانيه، وكنت مدخله عندهم الابن ديالي في لاغوند في المستوى المهم في لاغوند، ودابا كملت معاهم في القسم الاول. وبالنسبه للمستوى اللي عندهم المستوى زوين الحمد لله اللي شد فيه الولد ديالي، وقلت علاش لا نكمل معاهم. وحتى بالنسبه للاطر او الاساتذه عندهم يعني اساتذه ظريفين وتعامل زوين ومستوى زوين. وبالنسبه للمؤسسه عندهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي بالنسبه للوليدات الصغيرين وحتى الكبار، ماشي غير الصغار، عندهم لي زاكتيفيتي فين الوليد ما يبقاش غير القرايه، عندهم بيسين، عندهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي زوينين. وكنصح كاع او جميع الامهات اللي ما عندهمش واحد الفكره على المبادره كنصحكم بها. شكرا.